استاذ حسن برضو كلمني، انت شايف الوضع ازاي وعلى المستوى الشخصي برضو، يعني غير تعامل الدولة، خلينا نروح برضو لسكة تانية ليها علاقة بتعاملنا احنا مننا فينا، يعني التعامل الانساني، المجتمع برضو بيبص ازاي لقصير القامة او القزم او ما الى اخره، حتى الدراما والاعمال برضو انه ممكن يبقى ساعات يتجاب يتوظف في حتة في مسرحية ولا كذا علشان ان ده كده حاجة لطيفة والناس تضحك، تتضايقوا من حاجة زي كده ولا لا يعني عادي خلاص؟ لا طبعا طبعا، دي من أوائل المشاكل اللي بتواجهنا، هو اختزال القزم في السخرية وفي المواقف اللي بيتم توظيفه فيها لسحب الضحكات من المشاهدين، وغير المشاكل اللي بتواجهنا طبعا مع الناس لعدم الثقافة في الشارع. في الشارع طبعا بتقابلنا احكي لي على كتير مواقف جدا، كده، يعني بتبقى عامله ازاي مواقف وبتوجع كتير قد ايه برضه، عشان الناس اللي بيعمل كده يفكر ألف مره لما يسمع انها بتاثر، يعني بتوجع اللي بيتعامل معاه بالشكل ده. والله. احنا بتواجهنا مشاكل كتير جدا، بتعامل الناس معانا وتعاطي الناس بشكل في نوع من السخرية معانا كتير، بينكت يعني، ممكن لحد كده بينكت بيهزر وناس يعني. بتقلص وفي ناس بتتعاطى مع الأمر لدرجة ان ده بنلاقيه مع الناس العادية ومع المسؤولين حتى، يعني احنا والله انا ممكن اقبلها من الفرد العادي او من الشخص العادي، هعول ده على عدم ثقافه، هعول ده على عدم برضو قصور في الاعلام لطرح نماذج حسنه مننا او ناس مننا في اماكن مرموقه او في وظائف كويسه، ان الراجل ده قصير القامه بس بيشتغل شغله معينه يبقى نموذج كويس وبتقولي يحتذى مسؤول، بيه. ده انت مش واقع بقى شكلها كده في ايه، احنا الحمد مسؤول لله، بيرد ازاي ولا مثلا تيجي تقول له على يعني حاجه؟ حضرتك يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنتوجه ليها واللي بتوجعنا قوي، المشاكل اللي بتواجهنا يعني من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا في الشارع، انا على مستواي الشخصي يعني حته لجوئي او احتياجي لسياره مجهزه دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. وطبعا انك تاخد مواصله عامه ولا اتوبيس والكلام طبعا ده كله بيقابلنا بيبقى كتير من بتقول لي المشاكل، من المشاكل كتير جدا، وبنتوجه طبعا للمسؤول. حتى الآن بالرغم من استصدار القرار اللي في ايد حضرتك، اتوجهنا للكوميسيون الطبي العام، ما زلنا بنترفض. امال القرار ده طلع على اي اساس؟ طلع بأحقيتنا على اي اساس؟ انا بناشد كل مسؤول في الدولة ان هو يتبنى قضيتنا وان احنا ناخده حقنا، انا بدي الدولة ما علي من التزامات، بوفي الدولة من ضرائب من كذا من كذا، فواجب علي انا مواطن عادي عاملني ان انا اخد حقي. يا استاذة في كتير مننا بيتعرض للموت ان هو ما بيعرفش يمشي في الشارع، وفي نماذج حية مننا توفاها الرحمن بتصادم سيارات، السواقين ما بتشوفهمش. طب احنا ليه وهنفضل لحد امتى بالمنظر دوت؟ أنا بوجه كلمة لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية مباشرة، حضرتك وعدتنا إن كل مواطن هياخد حقه في الدولة، إحنا فين حقنا في الدولة؟ إحنا ما زلنا متخبطين حتى الآن في حاجات كتيرة جدا. إيه فايدة قرار حبر على ورق؟ صحيح صحيح. بالنسبة للمعاناة أستاذة لبنى، اتفضلي. على أستاذ حسن لما بتقولي له المعاناة في الشارع، المعاناة أكتر وأكتر لما تجيلك من طفل ماشي مع والده ووالدته وتبص تلاقي الطفل يعلق، ست صغيرة، الراجل، بصي الراجل الصغيرة أبو شنب، تبص تلاقي السخرية بتيجي من الأب والأم ضحك مع الطفل، مفيش وعي، مفيش لا حبيبي عيب، لا مش عارفه ايه، ده بقى كمان بيتصب. قولي احنا خلاص كبرنا وعدينا المرحله دي، ده بيتصب كمان في انت المدارس. انت عارفه هو مش على قد حد قصير القامه يعني، واللي طبعا كله خلق ربنا يعني، سبحان الله يا رب وله في ذلك حكمه يعني، اللي مثلا الطويل قوي اطول مثلا طول مش معدل تلاقيه برضو في تريقه وفي مش عارفه ايه، وانت عملاق وانت نخله وانت هتوصل عارفه كلام برضو. انا معاكي ان الثقافه نفسها، ثقافه المواطن والاسره، ان الأسرة. زي ما قلتي لي كده، الاب والام هم دول اللي بيعملوا كده في الولاد قوي. وبالنسبه انت انا ماسكه ملف برضو مهم قوي الطفل، انا بناشد من خلال برنامجك
وبرضك من خلال البرامج كلها والإعلام كله أنا بناشد وزير التربية والتعليم. حرام يعني احنا بالنسبة لنا احنا كبرنا وشقينا طريقنا، يعني احنا بننحت في الصخر. بقول لا انا هعيش وهاخد حقي في الدولة وحاسبت وجودي وحاسبت نفسي، ما بقاش عشاني، عشان الطفل اللي طالع، لان انا حسيت المعاناة. الطفل يروح المدرسة المدرسة الفاضلة المربية تقول له ارجع ورا انا حامل اجيب زيك، يا سبحان الله انت ضامنه ايه اللي جواه. انا عايزه بناشد من خلال برنامجك وزير التربيه والتعليم، يا ريت ترجع. ده ابن يعني طفل في رابعه ابتدائي، تقول له ارجع ورا انا حامل اجيب شباب، اللي هو انا هنتوحم يا خبر ابيض. انا بناشد يا ريت ترجع اللي هي النشره المدرسيه بتاعت زمان الصباحيه، يطلع كده مدير المدرسه يقول والله الجماعه الاقزام اللي معانا ان كان الطفل او الطفله دول اخواتنا لازم نحسوا بيهم. شوفي بقى لما تيجي الرساله من الاعلى للاقل للاقل هتوصل. لكن انا لما ابص الاقي المدير ولا المدرسه بتعامل الطفل بالمنظر ده، انا كطفل معاه هعامله ازاي؟ صحيح عندك حق.